عماد عماد بدر بنت الشهيد عماد يحيى بدر، حصلت على معدل 94.7 في الثانوية العامة في الفرع الأدبي. بصراحة أنا كنت متوقعة 95 وأكثر، يعني فوق ال 95، بس الحمد لله يعني برضو معدلي حلو، برضو يعني مش زعلانة عليه. استشهد والدي في 2004 19/2004، كان عمري أنا 4 شهور. طبعا اتمنى انه يكون موجود معي في هذا اليوم ويشاركني فرحتي. تلقيت الدعم من كل اهلي الحمد لله، وكلهم كانوا جنبي، ما حدش سابني، كلهم دعموني في كل يعني قد ما يقدروا دعموني. وكنت طبعا انا يعني مجتهده الحمد لله، وصبرت وتعبت على حالي. بعد نجاحي لوالدي طبعا اول حاجه لروح الطاهره، ولاهلي ولامي ولاخواتي وكل حد شاركني في هذا اليوم وشاركني في فرحتي. الاحتلال طبعا لم يشكل عائق بالنسبه لي الحمد لله، تخطيت كل شيء وحاولت افرح قد ما اقدر، وحاولت يعني اتعب قد ما اقدر، والباقي على الله طبعا. رسالتي للناشحين اول شيء بقول لهم الف مبارك، لانه انت تعبتوا، ويعني انا مقدره الوضع، وشفت يعني كيف الواحد بتعب وكيف الواحد بيجيب العلامه في انه بتعب عليها. نصيحتي للطلاب اللي جايين انهم يتعبوا قد ما يقدروا، والباقي طبعا على الله. يعني ما يحطوش في راسهم انهم مش هيجيبوا او شيء، لا هم قدها، وان شاء الله ان شاء الله بيجيبوا معدلات يعني تفرح قلوبهم.